من ابو ظبي معي مستشار الاستدامه والمسؤوليه الاجتماعيه مهندس دكتور عماد سعد. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور عماد. اذا يعني يرجع هذا الموضوع، يرجعه الكثيرون الى التاثيرات البشريه، كيف؟ اهلا بك سيدتي، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. نعم، الاساس هو النشاط البشري سواء على المستوى الفردي ام على المستوى المؤسسي وال الشركات، له الدور الأساسي في ارتفاع معدل الغازات على في الغلاف الجوي، وبالتالي نشأت عنا ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي التغير المناخي. فنحن نعيش اليوم يعني على مستوى الكرة الأرضية يعني حالة اسمها يعني واقع لا مفر منه بموضوع الاحتباس الحراري، يعني ليس فقط موضوع طرف فكري انما هو امر واقع لا محاله. فلا نستطيع ان نعيد عقارب الزمن الى الوراء، بالتالي الغلاف الجوي هذا اصبح معدل الاشباع فيه اكثر مما يستحمل، بالتالي علينا ان نكون نتعامل مع هذا الوضع الجديد بما هو عليه من تداعيات، بان نتكيف مع الاوضاع المناخيه الجديده ونعمل على الحد من يعني التأثيرات السلبية للنشاط البشري. ما العوامل الأخرى من ضمن التأثيرات البشرية؟ إذا ما العوامل الأخرى التي أوصلتنا إلى هنا؟ يعني أول 9 أشهر من 2017 أكثر الأشهر حرارة بسجلات تعود لأواخر القرن 19، ومن هنا أيضا على آخر نقطة قلتها لو سمحت دكتور عماد، كيف نتكيف؟ التكيف مع الآثار السلبية عبر مجموعة من التطبيقات الخضراء، مثلا فرض غرامة على الانبعاثات الغازية أو ما يسمى بالضريبة البيئية، كما هو معمول به على مستوى كثير من دول العالم، وأنا لا أتكلم عن دولة محددة إنما كمنظومة مطلوبة كعمل إجرائي لابد منه، بمعنى آخر على المؤسسات والشركات والأفراد أن يدفعوا ضريبة ما ينتجونه من غازات تضر البيئة. وهناك آلات يعني أو أدوات لقياس المعدل المسموح لكل جهة أو لكل نشاط أو لكل فرد حتى على مستوى العالم، معدل الانبعاث الغازي لهذا الفرد يجب أن يكون بالحدود كذا، وبالتالي الإجراءات التطبيقية تبعه بتكون كذا، بتزيد عن هذا الحد بالتالي عليك ضريبة كذا. طيب ما هذا النموذج مطلوب أن يعمم وإلزامي على دول العالم، ونحن في منظومة الدول العالم ككل مقبلين على هذا النمط، اليوم أم غدا نحن مقبلين. انبعاث الغاز لكل فرد هو مؤثر ويجب أن يكون ضمن الحدود معينة، هذا ما قلته. نعم. دكتور عماد، دعنا نعطي مثلا على الأقل على هذا، كيف شباب اليوم ممكن أن يساهموا في هذا الموضوع؟ طيب أعطيك مثال، أول شيء بالإطار العام بدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. بنسميها هذه الضريبة البيئية أو بنسميها البصمة البيئية لدولة الإمارات، معدل التأثير السكاني على هذا البصمة البيئية يمثل 57% من رقم البصمة، بمعنى النشاط البشري السكاني وليس القطاع الصناعي، النشاط البشري السكاني بدولة الإمارات مسؤول عن 57% من معدل البصمة البيئية بدولة الإمارات، بمعنى هذا مؤشر على أنه النشاط البشري له تأثير كثير على الاحتباس الحراري وبالتالي على التغير المناخي. بالتالي مثلما لنا دور في هذا التأثير السلبي، نستطيع أن يكون لنا دور في التأثير الإيجابي. نروح لملعب الشباب. ملعب الشباب وهم يعني بنات المستقبل، وهم شريحه كبيره من مجتمع دوله الامارات او المنطقه العربيه. عندنا 3 عناصر اساسيه يعني من الاهميه بمكان ان نستثمر بها، الا وهي نشر الوعي بين الشباب حول اضرار الاحتباس الحراري. يعني النقطه الثانيه وهو تحفيز الشباب على تمكين رواد الاعمال بنسميهم او بنسميهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
تمكين هذه الشريحه من قطاع الاعمال الصغيره بسموها الاس ام اي والمتوسطه من التطبيقات الخضراء، لان هذا البزنس الصغير في المستقبل القريب هو بزنس كبير على مستوى الامارات ام على مستوى المنطقه. فبالتالي ان لم نعمل على تمكينه من ما هو مطلوب تمكينه من خلال مساهمتنا يعني، و التمكين بالمعنى الالتزام معهم والتحفيز. يعني اولا بالوعي انه شو دور الفرد، يعني ربما لا يدرك وهو ما هو قائم، يعني اغلب الافراد لا يدركوا انه له دور. وتمكين اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه. والعنصر الثالث دكتور عماد، العنصر الثالث هو اصدار القوانين والتشريعات التي تحاسب وتحد من تجاوز المؤسسات والشركات من كميه الانبعاثات الغازيه. يعني المعرفه لحالها لا تكفي، التشريعات لا تكفي، والتحفيز لا تكفي، الثلاثه مع بعضهم يشكلوا مثلث يعني يساهم في تغيير السلوك البشري من الى. فهذا هالمنظومه هذه كثير اساسيه. انا اشكرك جزيلا، سنكتفي بهذا القدر، انتهى وقتنا. انا اشكرك جزيلا مستشار الاستدامه والمسؤوليه الاجتماعيه مهندس دكتور عماد سعد، واعذرني على المقاطعه.